مرحبا بك اخي الكريم، كنشكركم على هذا التنظيم اللي نظمته هنا في الساحه التاريخيه اللي رجعتوا لها الروح ديالها والحيويه ديالها. بطبيعه الحال هناك اكراهات في التنظيم ولكن هناك نجاح الان في مثل هذه المقابلات. شنو يمكن لك تقولنا على هذا اللقاء؟ هذا اللقاء كان تاريخي، وحنا كنبغينا نحيو مدينه مكناس، اللي كانت احسن المدن في المغرب ومعروفه بالابطال ديالها، كعبد الكريم، كالحاج الطيب، كمولاي محمد، كالحاج علي، كالحاج العياشي، الناس اللي عندها تاريخ هذه البلاد. هذه البلاد بغينا نحيوها، ومازال عندها مالية، ومازال بتاريخها، ومازال عندها أبطال ديالها، منهم الركراكي المدير اللي ملتحق بالفريق الوطني، والركراكي عمر، بطل رشيد، كاين العريش عماد. هاد الابطال مازال مدينه مكناس مازالت تتقطر، مازالت تتوجد. وتنشكر القناه ديالكم وتنشكر المنظمين اللي صاروا معنا في هاد الامسيه الرياضه، المستوى ديال هاد الرياضه. وتنشكر الناس ديال مدينه مكناس، العريقه، مدينه مكناس اللي مازال العريق، العرق ديالها كيعطي، مازال الثمار ديالها مازال. وحنا يعني انا كمدرب ركراكي المحفوظ وعندي زوج ابطال ولادي، منهم ركراكي المهدي وركراكي عمر، يعني اللي حققوا امجاد لهذه المدينه. وهذا كي من طبيعه الحال بالفضل كيرجع لكم، لانكم مازال كتعطيو ومازال كتخرجوا، يعني انتم كمن بت كتع... ديالنا الحاج حسين، الله يرحمه، اللي خلى ولادو وخلى ديك الزريعه حتى هي مازال صارعه على هذه الملاكمه، ومازالين حتى هما مساكن مضحيين بمالهم وبوقتهم. شكرا لك، شكرا لك في امان الله. فوال فوقت مع التقويسه، عندنا بعض التعليمات تقدم للملاكمين من طرف حكم المقابله. هذه المقابلة تجري في ساحة الإهليم وهي من تنظيم عصبة الوسط. سوف يعني نجري بعض الحوارات مع اللجنة المنظمة وننتظر التحاق أحد ممثلي اللجنة لأعطينا قصد المحاورة في الغاية من تنظيم هذه التظاهرة، وكذلك المشاركين واختيار الفضاء التاريخي ساحة الإهليم في تنظيم مثل هذه التظاهرات. مقابلة قوية. يعني قام يعني متوازنة. هناك لكمات. Ah!
إذن نهاية الجولة الأولى في هذه المباراة ما قبل الأخيرة والتي تجرى بساحة الهديم التاريخية بحاضرة الإسماعيلية مكناس. إذن وقت صراحة بعض التعليمات. ربما تكون متكافئة يعني بلياقة بدنية عالية متابعة يقظة يعني تعليمات من طرف الحكام مقابلة في الملاكمة تجرى هنا بساحة الهديمة التاريخية أمام جمهور غفير حجة يعني منذ ساعات إلى عين المكان لتتبع هذه الملاكمة. إذن الجولة الثانية الآن نحن يعني الملاكمين يستعدان للنزال في الجولة الثالثة وهي الحاسمة. إذن الجولة الثالثة والأخيرة إذن مشاهدينا الكرام الآن قناة أخبار الثقافة العالمية والتي تصدر عنها جريدة في رحاب الجامعات تواكب جميع الأنشطة بمختلف المدن المملكة ونحن الآن بساحة الهديمة التاريخية بمدينة مكناس نتابع هذه المقابلة في الملاكمة. الجامعة الملكية المغربية للملاكمة عصبة الوساطة
تنظموا هذا اللقاء مجموعة من الملاكمين، وقد تابعنا وإياكم العديد منها، سوف نعرضها في النسخة الثانية. إذن مشهد تاريخي هنا أمام باب منصور بمدينة مكناس، البوابة التاريخية، وهذه الجولة من الجولات، الجولة الثالثة بين هذا الملاكمين الشابين. يعني قام ووزن بالنسبة للوزن والقامة، يعني هناك تكافؤ. وبالنسبة ننتظر قرار الحكام في نتيجة هذه المقابلة، وتبقى روح الرياضية هي السائدة. روح الرياضية عالية. ونهاية الجولة سوف نتعرف وإياكم عن نتيجة هذه المقابلة، وهي ما قبل الأخيرة، والتي تقام هنا بساحة الهديم التاريخية. إذن ننتظر قرار الحكام. وبنتيجة 2-1 فاز الملاكم الرمل الأزرق. هذه نتيجة المقابلة والروح الرياضية التي تطغى، يعني تشجيعات للمتابعين، وهنيئا للمشاركين على الروح الرياضية السائدة، هنيئا لكل المشاركين. إذن كيفاش كانت المقابلة بين بعد قليل سنبقى مع آخر الخصم. مقابلة ربما كان بهذه المناسبة للوطنيين، إذن القوات المساعدة كانت المقابلة قد تنتهي بتكافؤ، وكان يعني كان الملاكم الآخر كان عنيدا كذلك. يعني أين يعني نقاط الضعف التي بدت لك بالنسبة للسلطات المحلية على تتبعها ومساندتها وتوفير الاجواء؟ كانت الملاكمة جميلة جدا، وكانت فيها تعب، وكان الملاكم يعني حسيتي بانه تعب. الان مع المقابلة الأخيرة في هذه الأمسية، وهي في فئة الأمل، وزن 63 كيلوغرام، وتجمع بين كنا كنسمعوا يعني التعليمات ديال المدرب ديالك، يعني واش استفدتي من هذوك التعليمات اللي عطاك؟ يعني وعقلوش محمد النادي مولود ياسين، حكم مقابلة السيد مولود. إذا نتمناوك مسيرة موفقة، ونتمنى كذلك ونشكر كذلك القيمين على يعني دعم بالنسبة لهذا الشباب، ونتمنى لك كل التوفيق والحظوظ الاوفر في امان الله. اذن مع اخر مقابله مبرمجه في هذا اللقاء الهام، المنظم من طرف عصبه الوسط التابعه للجامعه الملكيه للملاكمه، هذه المقابله التي تجرى بساحه الهديم التاريخيه بمدينه مكناس. ونعلم جيدا على ان مدينه مكناس في حله جميله لاستقبال الملتقى الدولي للفلاحه، وها هي ساكنه مكناس تخرج في هذه الامسيه لمتابعه هذه المقابلات الراقيه الساميه. وانتم تلاحظون يعني توالي يعني السيطره، ربما حتى الان السيطره للون الابيض والمحكومه، يعني يمكن القول على ان الروح الرياضيه هي التي تطغى في مثل هذه المقابلات. شوف هنا.
إذن صاحب اللون الأزرق يتمتع بقامة طويلة، وربما هنا في هذه المقابلة ستكون يعني اللياقة البدنية هي ستكون الحاسم. إذن الجولة الأولى في هذا النزال. إذن نهاية الجولة. نهاية الجولة الأخيرة، هذه الجولة ربما ستكون حاسمة وقوية. إريشي هاكا إريشي.
ممثلها السيد البشيري وله الكلمه. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه اخر مقابله مبرمجه في هذا اللقاء هنا بساحه التاريخيه لديم. إذن فما كانت المقابله غتكون نوعا من التكافؤ ربما، رغم ان الخصم كان طويل القامه، لكن شنو اللي اعتمدتوا يعني باش تكتبوا هذه المقابله؟ الحمد لله، اول حاجه بغيت نقول شكرا للاستاذ ديالي والمساعد ديالي، وبعدها اوركسترا الحمري. هذا المطرب والفنان المكناسي المعروف والذي تألق في سنوات الثمانينات والتسعينيات.